ازاي ان انا اشوف رؤية تنبئني بالمستقبل او تخبرني عن حقيقة شخص معين وهي زي الاستخارة بالظبط؟ اول حاجة عايزك تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر في الحديث: اذا هم احدكم بالامر فليصلي ركعتين استخارة لله جل وعلا ويدعو الدعاء: اللهم انا استخيرك بعلمك، الى اخر الدعاء. ولكن سبحان الله احيانا في الاستخارة بيحصل امور غريبة جدا. مثلا ان ممكن الانسانه مثلا تصلي استخاره على موضوع زواج، فتشوف ان الشخص اللي بتتزوجه ده شكله بشع او شكله سيء او بيحاول ان هو يؤذيها ويضرها او يوقعها في مكروه، او بتشوف حلم مش كويس فبتصحى بعد الحلم ده وتدي انطباع ان انا مش موافقه على الشخص ده نهائيا. استني، اللي انت شفتيه ده ممكن يكون تلاعب من الشيطان بيكي، لان في الاستخاره الحقيقيه مش منتظره اساسا انك انت تشوفي رؤيه، اما ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقك في الامر اللي انت كنت مقدم عليه ويكون ده نتيجة الاستخارة بتاعتك، واما ان ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك الامر ده تماما وده برضه تكون نتيجة الاستخارة. فعشان كده الشيطان بيتلاعب بالانسان اثناء نومه، وعشان كده لما يجي الانسان يصلي استخارة ممكن يخسر شغل، ممكن مثلا يكون مقدم في وظيفة فيترك الوظيفة، وممكن ما يهتديش لأي رؤية تدله على حقيقة الأمر اللي هو موجود فيه ويعتمد على كل الأحلام السيئة اللي بيشوفها. عشان كده دلوقتي احنا ممكن ننقي الرؤى ونطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان يكرمنا برؤية واضحة توضح لنا حقيقة الأشياء، او تخبرني بأمر مستقبلي، او تخبرني مثلا ان انا لو دخلت في التجارة دي هربح ولا مش هربح فيها. اول حاجة هنصلي ركعتين الاستخارة اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في نفس اليوم اللي انا هبدأ فيه بالبرنامج ده. الخطوة الثانية ان انا هيكون معايا ازازة مسك زي ديت. بازازة المسك ديت هقرأ عليها صور معينة، وبعد ما اقرا الصور ديت هبدأ ان انا ادهن الخيشوم. تمام، ليه ان انا ادهن الخيشوم؟ ابن القيم بيقول كلام جميل جدا، ان الانسان لما يصحى من نومه لما يستنفر بيخرج اغلاط واسحار موجوده في النخام اللي كان موجود في مناخيره، وده على شرح حديث كان للنبي صلى الله عليه وسلم: لما الانسان يصحى من النوم فيما معناه لازم ان هو يستنفر 3 مرات، لان الشيطان بيجلس هنا على منطقه الخيشوم. طب الشيطان لما بيجلس على منطقه الخيشوم، إذا علم الشيطان إنك أنت شفت رؤية معينة أو إن ربنا سبحانه وتعالى وكل الملك المرسل بالرؤى إن هو يديك رؤية طيبة، فيبدأ الشيطان بقى يبني لك عليها أحداث كتيرة جدا فيخرجك عن معنى الرؤية الحقيقي أو عن معنى الحلم اللي أنت بتشوفه. عشان كده لو أنت بتسمعني دلوقتي عايز أقول لك على حاجة. ممكن مثلا تشوف في منامك إنك أنت بتجني ثمار وإنك أنت في بستان جميل جدا، وبعد كده دي الرؤية بتاعتك اللي أرسلت لك من الله جل وعلا، فيجي الشيطان يبني لك عليها انك انت خدت الايه الثمار ديت، وفجأة لقيت حد عمال بيجري وراك وحد خطف منك الثمار وابتدى ان هو يعتدي عليك بالضرب او يأذيك في قلب الرؤية، فتصبح قلبك مكبوط ويصبح قلبك خايف، ويبقى الرؤية فيها جزء كويس من الله والجزء التاني من الشيطان. فعشان كده احنا مش عايزين الشيطان يبني احلام او يقدر ان هو يتدخل في الرؤى بتاعتنا او يقدر يدخل في الرسائل اللي بيننا وبين الله جل وعلا. عايز اقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم: لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره. عبد الله بن مسعود قال عن البشرى ديت: هي الرؤيا الصالحه يراها المؤمن وترى له. فكم من شخص بيتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمه برؤيه توضح له امور المستقبل بتاعي هيكون عامل ازاي. هل انا مثلا لو دخلت في التجاره ديت ربنا سبحانه وتعالى هيوفقني فيها وحربح اموال كويسه، والمشروع ده مش هيكون فيه مشاكل او اضرار، او ان في حد مثلا يعمل لي مشكله او تطلع حاجه من هنا على حاجه من هنا تكرهني فيه؟ طب المكان اللي انا هسكن فيه ده، المكان ده الجيران كويسين، طب الجيران ممكن ما يكونوش سيئين معايا بعد كده، او ان انا مثلا ممكن ما ارتاحش في المكان او في الحي السكن ده. فكل المسائل ديت تمام هنم فيها دلوقتي بايه؟ بازازه مسك. هتجيب ازازه المسك ديت وهتاخد منها يعني سبحان الله، بس بعد ما تقرا عليها سوره البقره كامله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالبقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. مجرد المسك ما يختلط بالأنفاس الطيبة اللي أنت قرأت بها سورة البقرة ونفست فيها كده، فأصبح هذا المسك يعني سبحان الله عبارة عن يعني دهان مخلوط بآيات الله جل وعلا، فكأنك أنت بتدي حماية لنفسك من الشياطين وأنت نايم. ثم بعد ذلك لما تدهن المنطقة ديت، هتدهن المنطقة ديت تمام، وهتدهن الجبهة هنا عشان الشيطان بيعقد على ناصية ابن آدم لما بيجي ينام، وعايزك انك انت تكون نايم على وضوء. ثم قبل النوم هتقرأ 3 صور. ال3 صور دول هتتضرع فيهم لله جل وعلا ان ربنا سبحانه وتعالى يوضح ليك حقيقة ما أردت. وعلى فكرة الطريقة ديت مجربة،
في ناس كتير جدا جربوها وجابت معاهم يعني سبحان الله رؤى طيبة، او ان هم مثلا كانوا يعني جايين يعملوا حاجة معينة والحاجة ديت يعني سبحان الله بمجرد ما جربوا الطريقة ديت واضح لهم المسألة في المنام فابتدوا ان هم يتركوها. لكن انا عايز اقول لك على شيء، في بعض العلماء يقول لك ما ينفعش ان الانسان يبني حياته على مجرد الاحلام اللي بيشوفها، يعني مش كل اللي بتشوف في منامك بيكون حقيقة، فعشان كده ما تبنيش كل حياتك على الاحلام اللي انت بتراها، لان ممكن ان الشيطان يتدخل في الاحلام ديت فيطلعك من معنى انك انت شفت رؤيا لكابوس لكذا لكذا، فتيجي تخسر حاجات كتير جدا في حياتك. 3 صور باختصار يا سيدي الكريم، انك انت هتكون متوضي وبعد ما تصلي ركعتين الاستخارة هتقرأ سورة الشمس وهتقرأ سورة التين وهتقرأ سورة الشرح. ولما انت تقرأ ال3 صور دولت هتتوجه ناحية القبلة وانت نايم، ثم بعد ذلك هتسأل الله عز وجل من فضله. يعني على سبيل المثال تقول اللهم إني أسألك من فضلك فلا يملكه إلا أنت، اللهم إني أسألك وأنت الكريم العظيم أن تهب لي رؤية توضح لي حقيقة الأمر اللي أنا مقدم عليه. وتيجي برضو قبل ما تنام تقرأ ال3 صور دولت، يعني سبحان الله قبل نومك مباشرة حاول انك انت تقرأهم، لانك لما تقرأهم ربنا سبحانه وتعالى هيمدك بالطاقات النورانية وهيمدك بنور من عنده. ثم بعد ذلك تقرأ آية الكرسي، لان معروف في الحديث اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم واللي بيرويه ابو هريرة ان كان في واحد يعني لما كان هو موجود على صدقات التمر في المدينة، فكان في حد بيخطف التمر ويسرقه، القصة كلها معروفة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بقى في مجمل الحديث لما الشيطان قال لابو هريرة، هقول لك على آية لو انت قرأتها مفيش اي شيطان يقدر ان هو يقرب لك بالنهار حتى تمسي، ولو قرأتها بالليل مفيش اي شيطان يقرب لك بالليل حتى تصبح. فقال ابو هريرة ما هي؟ قال هي آية الكرسي. فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال صدقك وهو كذوب. فآية الكرسي لازم انك انت تقرأها قبل نومك مباشرة، لان يعني سبحان الله لها مفعول طيب جدا ان هو يحفظك من جميع الشياطين. وتقوم بالطريقة اللي انا قلتها لك ديت، هتبص تلاقي ان في رؤية جميلة جدا ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك بيها. واعرف انك انت عشان تشوف رؤية طيبة، يا سلام لو انت في اليوم اللي انت هتصلي فيه ركعتين الاستخارة وهتعمل فيه الطريقة ديت، يا ريت انك تتصدق بأي صدقة وتخرجها لله جل وعلا، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وحاول أنك أنت قدر الإمكان أنك أنت ما تتكلمش في اليوم ده مع أي حد نهائيا، وتنتهي عن لغو الحديث وما تتكلمش إلا فيما لا يعنيك. كان في أحد الصالحين بيقول أنا ظليت أدعي ربنا سبحانه وتعالى 20 سنة بدعوة واحدة. ففي حد بيقول له إيه واستجابها ربنا؟ قال له أنا لازلت بدعو. قال له طب ايه هي الدعوة دي؟ قال انا بدعي ربنا سبحانه وتعالى ان انا لا اتكلم فيما لا يعنيني. فكثرة المغالطة والكلام بيفقدك صدق الرؤى، لان ربما انك انت تتكلم بكلمات تخرجك عن صدق الحديث. فعشان كده انا عايزك انك انت تنتبه وتحاول انك انت تتقرب الى الله جل وعلا باللي انا قلته لك ده. لو عجبك المقطع ده حاول انك انت تشاركه لاصحابك واصدقائك، فالدل على الخير كفاعله. ونفذ الطريقة وقول لي في التعليقات اللي حصل معاك هجاوبك. دمتم فد في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.